نقبة من تاريخ المغرب هو منتوج خاص وفريد في الساحة ديال النشر المغربية. هذا كتاب تيسجل وتيأرخ واحد العدد من المحطات في تاريخ المغرب من نهاية التسعينات إلى 2020. رؤية خاصة لتاريخ المغرب من خلال قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، ومن خلال أيضا قلم ديال المؤرخين ديال اليوم وديال الوقت هما صحفيين. هاد محسسة عملية التاريخ اليومي اللي تقوم بها صحفيين الوكالة، وجدات واحد الذات في هذا الكتاب اللي تتعبر فيه على المسار المغربي، المسار السياسي الثقافي الاجتماعي، وتتبين واحد مجموعة ديال الأمور اللي ربما خصها تدرس وخصها تحلل، لأن هذه فرصة لجميع واحد الذخيرة، جميع المعطيات مجموعين في كتاب واحد اللي يمكن ربما المتخصص في علم اللغة يبحث، في علم الاجتماع، في الأنثروبولوجيا، في علم السياسة، جميع العلوم تقريبا اللي تتهتم بالمكتوب تقدر تلقى في هذا الكتاب واحد المنتوج اللي فيها واحد العمل تحليلي وتفكيري باش تكون التاريخ المعاصر المغربي يكون مسجل ومنطق وواضح بالنسبة للأجيال المقبلة.